السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط ومتوسطة العبير الأهلية، أهلا ومرحبا بكم مع دروس الوحدة الرابعة قضايا العمل. ودرس اليوم هو بعنوان نص الاستماع 3 سنوات دون عمل. عنوان نص الاستماع يا شباب هو 3 سنوات دون عمل. استمعنا طبعا إلى نص الاستماع، ولكن سريعا ملخص سريع يا شباب نص الاستماع، أن هناك كان هناك شاب يبحث عن عمل، وظل هذا الشاب يبحث عن عمل لمدة 3 سنوات، ولكن كان هناك مشكلة أن هذا الشاب يقدم أغلب أوراقه دون جهة اتصال أو دون وسيلة اتصال للرجوع إليه أو الاتصال به أو التواصل معه، وكذلك لا يقوم هو بمراجعة هذه الجهات التي يتقدم إلى طلب الوظيفة. وكان يتقدم هذا الشاب إلى معظم الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، وكان يحمل هذا الشاب مؤهلا علميا تقنيا في مجال الكهرباء. نقوم بالإجابة على الأسئلة. ما البدائل الأخرى غير الوظيفة التي يمكن أن يكسب منها الخريج رزقه، أي غير الوظيفة؟ ممكن أن يقوم بالعمل في التجارة أو إقامة مشروع معين حسب تخصصه، العمل في الشركات الخاصة، الاشتراك مع آخرين في إقامة مشروع كبير، وغيرها من الأعمال الكثيرة التي يستطيع أن يكسب منها الخريج رزقه. هنا استمع للنص. المؤهل الذي أو ما المؤهل الذي يحمله الشاب صاحب المشكلة؟ قلنا أن هو كان بيحمل مؤهلا تقنيا في مجال الكهرباء. كم سنة بحث الشاب فيها عن عمل؟ قلنا 3 سنوات. ما الجهات التي تقدم إليها الشاب؟ قلنا الكثير من الشركات والمؤسسات، وأيضا أغلب الجهات الحكومية. المشكلة التي عرضها المقال عندنا هو عدم إلمام الشاب بثقافة العلم العمل وأهميته وكيفية الحصول عليه ثم المحافظة عليه. طيب، أبين الحلول التي اقترحها الكاتب في نهاية أو في آخر المقال. قلنا تعلم الابن الجدية والتضحية والمتابعة اليومية في العمل والاستبصار والرضا في البدايات بالقليل، واعتبار العمل جزءا أساسا من حياته، والاعتماد على نفسه وترك طلب المصروف من والده أو ولي أمره. طبعا نقترح حلول أخرى، هذه تكون متروكة لآراء الطالب أو كما يراه كل طالب منكم. هنا طبعا وفي نظري أن لا مناص من تعلم الابن الجدية والتضحية والمتابعة اليومية. ده طبعا كان الرأي أو الذي أورده الكاتب في مقاله. وإلى هنا ينتهي نص الاستماع أو درس نص الاستماع والإجابة على أسئلة الكتاب. أتمنى لكم التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.